صباحه صباحه يا سيدنا. ايوه هو ده استباحة علي روي. احلى استباحة في الدنيا. تعالى يا صاحبي الدنيا. صباح الخير يا روي. صباح الفل يا راشد. صباحه. اصحى منطقة لينا، احنا جينا. صباح. قابل يا عم قرايبك. على فين يا اخت القمر؟ عالشغل. تلاقي وش كده يا سلاية؟ عايز ايه يا علي عالصبح؟ بعرف الناس تكوالي. اهلا. شفتها فريت الطنطط قدامك ولا ايه يا عسلية؟ متأخرة يا علي وعايز الحق اركب. ازيك يا بنتي يا عسلية؟ حضرتك فوتهم فين؟ صباح الخير يا ام محمد. هتكون فين يعني؟ البيت. انت هترجع امتى ان شاء الله؟ وانت هتحقق معايا ولا ايه؟ ما ترد يا عادل يا بنت، هترجع امتى؟ حاضر يا حاضر بالظبط. اصلا نسيت انك بتحب تعمل نمرتين كل يوم في الشارع. تركب يا ست الكل. يوه الله. عسليه انا ده بركبك ميكروباص. لا اله الا الله، هو انتوا هتفضلوا ماشيين كده ورايا؟ قلت لك هفضل معاكي لغايه ما اركبك. واطرحها فين؟ اكتوبر. طب ما اكتوبر دي سهله. خد 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 خد. اسقط يابا. ام علي راشد يلا انجز. بس البنات. سلام سلام. خلاص مجريتها عندي. خلاص يا ست البنات. هتمسك اجرتها. خلاص عم علي روي، خلاص الاجره عندي. علي روي ما يدفعليش اجره. تاخدها ولا انزل؟ خلاص يا ست البنات احفظك. اتفضل. ده عينه مني وده عينه مني. الله يا ازرقاته. يا وحشني الوتد. ادخل يا اخوي. الله. بقالك 3 ايام غطسان، مالكش حد تسال عليه؟ انا ماليش في الدنيا غير حد واحد بس. ده الله ابن عمك واقف، هي شقاوه وقله قيمه. صاحبي ومني وابن عمي، وانا ابن عمي على الغريب. ضربه في قلبك. انا بقيت غريبه دلوقتي. بيهزر ستوب، احنا ما بنستغناش برضه. ازيك يا راشد؟ ازيك ست الكل؟ بركه انك فيك. ماشي. انا على لحم دماغي الصبح بقالي 3 ايام. 3 ايام؟ ده انا من يومين عامل معاك الصح ومشربك سيجاره منسيكي اهلك. جرأة ايه يا علي؟ انت بتعد عليا ولا ايه؟ بلعبك يا توت وبلعبك. اسمعي، عايزين كوبايتين شاي وانا هظبط لك زغروفي وانيونك. ايوه ايوه. عمر احنا بقى بكام النهارده؟ 7 استمارات. يعني 700 جنيه. وعلبتين اجنبي 50 جنيه. وعشرين فطار وعشرة قهوة يتبقى كام؟ 600. احلى 600. دي 200، اللي عليك نبقى خالصين. تمام كده؟ تمام. خد رولي بقى عشان نتكيف. طب بقولك ايه؟ ما اتكل انا على الله واثق براحتك. لا نتكيف ونشرب كوبايتين شاي وبراحتنا برضه. ون 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 ون